خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى، بس الطاقات عم بتكون جدي، عم بتكون حمل، قوس، دلو، نارية، ممكن مائية، كتير مائية، ترابية. فعم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة أو عم بتعاني هاي الفترة، ولكن رح كتير تتغير الأمور. شوي نمسك إيدنا لبرج العقرب، لأنه شوي المادة رح يكون فيها شوية صعوبات. خلينا نحكي، قلنا في موضوع مأجله أنت كنت، والآن صار في أمل كبير، كنت معلق آمالك على موضوع معين. هذا الموضوع خاص، ممكن يكون، خلينا نقول السيناريو الأول في العمل، في شخص من برج مائي، ممكن يكون دلو، ممكن يكون أي برج مائي أو ممكن يكون ناري. هذا الشخص ممكن يساعدك في أو شراكة في العمل، ممكن تفتحوا مشروع جديد، ممكن هذا الشخص، المهم إنه رح يساعدك في موضوع العمل. لو كان في عندك شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حيساعدك إذا كان موعدك بموضوع معين. شايفة في أمنية عم تتحقق شوي شوي، قلت لك تمسك شوي على المادة في أول الشهر، بعدين رح تجيك وفرة معينة، إما يعني من ناحية العمل أو قرض أو أي شيء يعني كنت تنتظره، راح يصير في وفرة شوي شوي، ولكن في أول الشهر شوي نمسك إيدنا. شايفة في أمنية عم تتحقق، إما في العمل إما في العاطفة، عم بتكون في العمل أكثر أنا شايفيتها. يمكن اللي ما عنده عمل، يمكن هذا الشهر كمان شخص بنفس المواصفات، نفس الشخص اللي قلت عليه، يعني حيساعد إذا كان عندكم بالعمل أو واعدكم في عمل معين. عم بشوف في أطفال هون، في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا فرصة عمل. عقرب يا عقرب، عندك طاقة سلبية، ويعني لحد الآن أنا مبسوطة إنه ولا برج طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية، بس أنت أول واحد يا برج العقرب للأسف. في طاقة سلبية موجودة، في إما سحر حسد عين موجود عندك عم بيسبب لك تأخيرات ومشاكل على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة. شوية تأخيرات، شوية عم يفهموك غلط يمكن الناس هاي الفترة، ولكن سرعان ما شوي شوي تظبط الأمور وتكون أنت الامبراطور. خلينا نقول انت المتحكم في الموضوع، راح قلت لك في عندك انتصار، ولكن من بعد انتظار، يعني الانتصار ما راح يجي في اول الشهر، شوي شوي راح يجي في نهاية الشهر، يمكن في اخر اسبوع او اخر اسبوعين راح تحقق نصر على شخص. هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي أو مائي، إذا كنت عارف طاقته أو عارف برجه. شايفك عم بت يعني من بعد ما كنت تصرف، من بعد ما كنت طبعا صريف، العقرب من الناس الكريمين يعني اللي بيصرفوا بدون حساب، فشايفيتك بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن على الرفاهيات على هاي الأمور، عم تمسك إيدك كمان ترجع آخر الشهر. فأنا بوصيك هذا الشهر كلياته إنه تمسك إيدك، مش بس يعني، وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل أحسن من هيك، لأنه شايفك عم تعطي الرايح والجاي أو عم بتفرق. نعطي إحنا، وطبعا مطلوب إن نعطي في هاي الحياة، ولكن شوي بتفكير بعقلانية أكثر. من نفتح شوي على العاطفة، نشوف لمحة عاطفية. إذا كنت متزوج، إذا كنت متزوج يا برج العقرب، ففي بس مشكلة بسيطة ممكن
يصير فيها يمكن كلام جارح، يمكن أمور، هذا في النصف الأول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح، أمور بتطلع لبرا، يمكن أسرار العيلة عم تطلع لبرا، المهم مشكلة ولكن رح تجتازوها. هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في إنك تطلق، تنفصل، إنك تاخذ قرار مصيري في هذا الموضوع. ولكن سرعان أنا ما عم بشوفكم، شوي شوي عم بتروق الأمور وعم بتعلق موضوع الطلاق في لفترة أخرى، أو وكأنك عم تنسى الموضوع. شايفة في مصالحات، خاصة حكينا للمتزوجين اللي هم بيناتهم مشاكل، وحتى للأشخاص التانيين كمان شايفة في مصالحات، شايفة في مواضيع جدية ممكن تنفتح في هذا الشهر أو هاي الفترة، ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر، يعني مش بس أكتوبر. شايفة في شخص عم براقبكم اللي هو الشريك، طبعا فيش غيره، في مراقبة من جهتك ومن جهته عم بتكون. هذا الشخص إذا كان ناري أو إذا كان هوائي فهو يعني 100% راجع هذا الشهر، وهو اللي رح يرجع. كمان الأبراج الأخرى، يعني الطاقات الأخرى كمان طبعا وارد، لأنه هذا الكرت جدا إيجابي. ولكن أنا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة أكبر، خلينا نحكي هذا الشخص عم بيراقبك، عم يعني مش ناسيك، في تواصل روحاني قوي عم بيكون بينك وبينه. شايفة في علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الآن، لأنه ما إلها وجود، كانت موجودة في الشهر الماضي، عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول، ما إلها، لكن هي هون عم تتفرج من بعيد، عم تحقد، حسد، حقد من هذا النوع. لكن شايفة أنا الأمور بشكل عام جدا ممتازة، شايفة معجب، ممكن يكون من برج ترابي أو ناري، عم بتطلع من بعيد لبعيد. هذا الشهر ممكن إنه يتقدم بخطوة، خلينا نحكي ناحية العلاقة. هذا الشخص على فكرة قلبه صافي ونيته صافية، إذا كان بالطاقات اللي أنا قلت عليها. خلينا نشوف مسج من الحبيب، إذا كان بعيد أو قريب، يعني نشوف إيش حابب إنه يقول لك، مش قادر، أو من عقله الباطن مثلا، مسج، كلمة. كتير حلو هذا المسج وهيك راقي. بيقول لك انه انا عم بحلم بطفل منك وانتهى، بس اكتر من هيك يعني، اكتر من هيك عبس. نشوف اذا في تحذير هذا الشهر او حتى بشارة او شيء للعقرب. التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي، من ناحية المادة نمسك ايدنا، في تشالنجز معينين، في شوية مشاكل رح تكون، خاصة في العمل. انت رح توصل للقمة ورح تنتصر، ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية اللي هم تحديات قلنا، فبس نصبر شوي، ما نعصب، ما ناخد قرارات صادمة سريعة، لأنه برج العقرب عم يعصب كتير هاي الفترة، عم بيكون طاقته نارية مبين من الورق شوي. سوري حركت الكاميرا، لا طلع لك كتير، رح أقرأهم كلهم على فكرة. أول شيء لا، هذا تحذير أكثر ما هو هي نصيحة، يعني بس بنصحك بأنه تدير بالك من الأصدقاء اللي عاملين حالهم أصدقاء وهم أساسا أعداء، بحذرك من طاقة سلبية يمكن ظهرت قبل شوي شفناها.
listening. بقول لك اسمع للطرف الآخر، يعني ما قلت لك قبل شوي ما تتسرع بأخذ القرارات، اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع، يعني بإصغاء استمع يعني زين الأمور قبل ما تاخذ أي قرار. بيقول لك استمع، استمع بس للناس التانيين، ويمكن معناها إنه اسمع أكثر ما تحكي، خذ أكثر ما تعطي، يعني اسمع اسمع وما تحكي أسرارك لحدا، كتم على الأمور.